السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. اليوم هي المحاضرة الثالثة من محاضرات الرابع الإعدادي. أول محاضرة أخذنا مال إضافة الأسئلة، ثاني محاضرة أخذنا مال البريزنت سيمبل واللي هو كلش مهم وما راح تقدرون تفهمون هاي المحاضرة أنتم ما فاهمين هذيك، لأن هذيك هي عبارة عن شرح الموضوع بالتفصيل، وهاي المحاضرة هي حل التمارين، فهاي المحاضرة هي تابعة لهذيك المحاضرة، فضروري كلش تشوفون المحاضرة هذيك وتفهمون. حكينا على البريزنت سيمبل شو كنت نستخدمه وين نستخدمه، وأخذنا جمل وافتهمنا زين. فروحوا شايفين اذا ما شايفين، اذا انتم شايفين خل اسوي ريكاب سريع للمحاضره، ريكاب يعني انه مراجعه سريعه لكل المحاضره. اول شيء شنو اخذنا؟ قلنا لازم نعرف انه الدو شنو تاخذ، الدز شنو تاخذ، يعني كل وحده شنو تاخذ، هاي قلنا انه ضروري تحفظون، فاذا ما حافظين هسه حفظون. بعدين قلنا الهاف شنو تاخذ والهاف شنو تاخذ، هذين همين ضروري تحفظون. كذلك الام شنو تاخذ، الار شنو تاخذ، الاس شنو تاخذ. وقتها على مود الام اخذنا مثال، مثلا اي ام هانجري، قلنا انه هي تاخذ بس الاي والبقيات بعد همينه ذكرناها بذيك المحاضره. فاذا ما حافظي هسه وقفوا الشاشه وحفظون اللي راح نحتاجهم بالمحاضره. شغله ثانيه قرينا عن يعني موضوع هو البريزنت سيمبل بحاله المثبت الافيرماتيف، بعدين بحاله النيجاتيف، نو بحاله الكويشن. قبل ما نبدا بحل التمارين اريد من يمكم انه تحفظون هذين شنو الدلائل على المضارع البسيط. ليش احتاج هاي الدلائل؟ لان احنا هسه حاليا بعدنا اول موضوع ما نحس روحنا نحتاج، بس لما نبدي ناخذ ازمان ثانيه راح يصير اكو اشتباك او ممكن التباس بين القواعد، انه شو كنت استخدم هذا شو كنت استخدم هذا. فحتى نتخلص من هذا الشيء لازم نعرف شو كنت استخدمه وشنو الدلائل مالته. بذيك المحاضره قلت لكم انا مستخدمه لما نريد نتكلم عن الروتين، الحقائق، العادات، هاي الاشياء. بس بقى شنو الدلائل على الموضوع واللي هاي كلش كلش مهمه، فهسه ايش راح اسوي؟ راح اقول لكم بهن. عندنا هنا هذني الدلائل هسه راح نحكيهم بالتفصيل. اول وحده usually. ثاني وحده often، او ممكن تقروها often او often، عادي اثنيناتهم معناها غالب. وراها بعد عندنا always يعني دائما، sometimes يعني بعض الاوقات، never يعني ابدا. بعد شنو؟ بعد عندنا همينا وحده اخيره اللي هي on Friday او مثلا on Saturday، يعني يوم من ايام الاسبوع، on ويوم من ايام الاسبوع، حتى نعرف انه ها يعني لازم استخدم البريزنت سيمبل بهاي الحاله. ان هذني الثوابت اللي راح نحتاجهن بهذا الموضوع، فاريد يمكم توقفون الشاشه وتحفظون زين على مود لما نبدي بالموضوع، يعني راح ابدي اقول لكم ها شوفوا هذا يدل معناها، من اشوف هذا شنو يعني؟ معناها هذا بريزنت سيمبل، من اشوف وحده من ذني شنو يعني؟ يعني بريزنت سيمبل. فمن راح نبدي نقرا حتى نستمر بمواضيع الكتاب راح ابقى دائما اذكركم بهن. فهسه كتبوا لي فد ملاحظه سريعه قبل ان نجيب التمارين، كتبوا هذني حتى تقدرون انه تبقى يعني ببالكم ما تنسوها. هنا بهذني التمارين طبعا ويا كل تمرين كتبت الملاحظه اللي تحتاجوها حتى اقدر انه يعني انه انبهكم ترى هذا هيك هذا هيك. زين اي فراغ انجلش ات سكول ستدي، اي فراغ انجلش ات سكول ستدي، طبعا اول شيء راح اترجمها اني ادرس الانجليزيه بالمدرسة. زين هنا عندنا خليني ننتبه على كلمة study، وهنا عندي I عندي فراغ، شو يريد أسوي؟ شوفوا احنا بالمحاضرة السابقة قلنا الـ I والـ we والـ you والـ they والجمع لازم أنزل الكلمة بدون ما أضيف اسم يمي، يعني هسا هاي I مدام I قلنا بدون S، إذا الكلمة مثل ما هي تنزل study. زين لعد شو وقت السالفة تختلف؟ لما عندي مثلا مفرد او هي شي ات، هنا انا وطيتكم هاي الجملة هي فراغ انجلش ات سكول ستادي، شوفوا هاي الجملة بس حتى اريدكم تركزون. ايش راح اسوي هنا؟ مدام عندي هي، عندي هي او في حال عندي شي او في حال عندي ات لازم اضيف اس، فالستادي ايش راح اسوي؟ ايش راح تصير هنا؟ راح تصير ستاديز، هيجي ستاد الواي تنقلب الى اي وضيفي اس، هاي اضافه الاس شرحتها بالمحاضره هاي اللي راح اخليكم اياها بصندوق الوصف. زين نكمل الجمله الثانيه. How often فراغ to the self access center you go، يعني كم عدد المرات اللي تروح بها المركز التاهيل الذاتي او مركز الوصول الذاتي. self access center، self access center مركز الوصول الذاتي، هذا شنو؟ عباره عن مكان يجي كانها مكتبه الطلاب يروحون بيها ويدرسون بوحدهم، self يعني بوحده بحاله يقعد يطلع فيديوهات يطلع هيك شغلات ويتعلم. فهو هذا يسأل يقول لك كم عدد المرات اللي انت تروح هناك. طبعا هنا اريدكم تنتبهون على شغله، احنا مو هنا احنا دائما
يعني على فكرة لما تريدون تحلون تباعون على القوس وتباعون على أول كلمة، يعني الجملة كلها تباعون عليه، تشوفون شنو الشيء اللي يفيدكم، شنو الشيء تحتاجوه تباعون عليه. فأنا how often فراغ to the self access you go، هذا السؤال مالتي. وطبعا هنا أكيد هو مخلي علامة استفهام، هي تقصدت هسه أكتبها على مدى أقول لكم أنه هو لما يكتب علامة استفهام يعني إحنا نعرف قبل أن السؤال بحالة question. ممتاز، نجي نباوع اليو you go، عندي قوس بكلمتين وعلامة استفهام مباشرة اللي أفكر به أنه اليو شنو تأخذ، اليو شنو تأخذ، اليو تأخذ اليو والوي والآي والذي والجمع يأخذون الدو، ها والهي والشي والإت يأخذون الدز. إذا اليو هسه تأخذ، تأخذ دو. فش راح أسوي هاو آفن؟ أول مرة راح أكتب الدو، بعدين راح أكتب أول كلمة يو، بعدين راح أكتب جو. هاو آفن دو يو جو؟ وعلامة الاستفهام وأصلاً كاتبها بالسؤال. إذن هي شيء راح نسويه إنه أجي أباوع اليو إيش تأخذ؟ تأخذ دو، فدو يو جو. زين خلينا نشوف بعد واحدة همين سؤال، همين سؤال حتى نفتهم. لأن إحنا قلنا إنه اليو والوي والآي والذي والجمع يأخذون الدو، الهي والشي والإت والمفرد يأخذون الدز. انتبهوا عليه. How much فراغ that dictionary cost؟ إيش قد سعر هذا القاموس؟ إيش قد سعر هذا القاموس؟ لتلاحظون إنه that dictionary قاموس واحد. شنو يعني؟ يعني هنا قاموس، كلمة قاموس هي مفرد، كلمة قاموس هي شنو؟ هي مفرد. احنا ايش قلنا؟ قلنا الهي والشي والات والمفرد ياخذون الداز، وفي حال سؤال دائما أداة السؤال تتقدم بالبداية. فايش راح تصير؟ داز، وانزل ذات ديكشنري، وانزل كاست، وعلامة استفهام. هاو ماتش ذات ديكشنري، هاو ماتش داز ذات ديكشنري كاست. هاي صارت الجملة مالتي. نشوف الجملة اللي بعدها. interpreters، interpreters يعني المترجمين. هاي شنو يعني؟ يعني المترجمين، المترجمين. فراغ a difficult job، شغلة صعبة. difficult يعني صعب. كمل الجملة. because لأن they هم need يحتاجون to speak أن يتحدثوا many languages الكثير من اللغات. very well يعني بشكل جيد. هنا عندي كلمة هذا، خلي نجي نشوفه. انتبهوا لي هنا، هنا عندي مترجمين. شنو المترجمين؟ يعني جمع. احنا ايش قلنا بحالة الجمع قبل شوية؟ قلت لكم بيها، قلت لكم الجمع ما يحتاج نضيف اس، بدون اس. يعني قلنا بس اللي هي والشي والات نحتاج اس بيها، بس اذا جمع، اذا اي وي يو ذي بدون اس. فهنا هو بين قوس يعني المطلب هو هاف، فمباشرة راح تنزل الهاف نفسها باعتبار عندي هذا جمع. هسا نشوف هنا هي فراغ عربيك نوت سبيك، هو العربية ما يحكيها، يعني اريد نقول انه هو ما يحكي العربية. انتبهوا لي على شغلة، احنا هنا عندنا هي، احنا ايش قلنا اول ملاحظة؟ انه الهي والشي والات هذول ايش ياخذون؟ ياخذون داز. فمباشرة انا هاي اخليها ببالي، الهي والشي والات ياخذون داز. زين من اريد احل نوت سبيك ايش راح اسوي؟ راح انزل الداز، انه بمدام كاتب لي نوت اكتب نوت، وانه بنزل سبيك. فصارت does not speak Arabic، he does not speak Arabic. تقدرون تكتبوها اختصار بهالشكل هذا، doesn't speak Arabic، انه ما يتحدث العربية. زين when to فراغ to school he go. طبعا احنا ايش قلنا لما نباوع؟ هاي اداة سؤال فراغ، اجي اباوع على الكلمة اللي تفيدني. الهي شنو تاخذ؟ احنا قلنا الهي والشي والات ياخذون does، وما دام عندي علامة استفهام اذا اول شيء اقدم الداز بالبداية does، انه بانزل الهي ونبغى انزل الجو. ليش؟ بعد شوف الفرق بين النفي وبين الاستفهام. بالنفي حطيت الدز وحطيت نات وراه، بالاستفهام قدمتها اول وحده. زين هسه نكمل. اي فراغ ان ماي دايري افتر افري كلاس، اني اكتب بالمفكره مالتي او اليوميات. هاي دايري يعني شلون المفكره مالتها او اليوميات. افتر افري كلاس بعد كل درس، وكلمه رايت عندنا. طبعا نجي نباوع الاي، احنا ايش قلنا؟ الاي والوي واليو والذي والجمع بدون اس، بدون اس. اذا ايش راح تصير هسه؟ اي رايت ترجع تنزل رايت نفسها. زين اذا كانت مثلا هي او شي او ات، لا هنا نضيف الاس بحاله قاعده الهشت اللي قلت لكم الدرس السابق، اللي هي والشي والات نضيف لها اس، غيرهن الاي والوي واليو والذي والجمع ما نضيف لها اس. نشوف هسه هاي الشي فراغ where the self access center is، هذا اللي حكينا عنه مركز الوصول الذاتي. فهنا شو يريد يقول؟ يقول هي ما تدري وين مكان مركز الوصول الذاتي. فهنا شنو عندنا؟ نفي نات. احنا مباشره من نشوف نات نعرف نفي، من نشوف علامه استفهام نعرف question يعني سؤال. فشي نجي نباوع الشي شنو تاخذ؟ قلنا الهي والشي
والإت ياخذون does. هنا ايش راح تصير؟ اول شيء ننزل does، النوبه ننزل not no does not no. تقدرون هاي تكتبوها اختصار صار doesn't no، او تكتبوها does not doesn't نفس الشيء. هاي هنا وهسه هنا انتبهوا علي هذني الجمل، هذا شلون يجيكم بالشهري؟ يعني بالشهري ما يجيكم مثل الكتاب هيك فراغات عاديه، لا هيك اغلب المدرسين يجيبوها بالصيغه هاي. طبعا الاحتمال يعتمد على مدرس المدرسه، بس هاي يعني انه الصيغه الشائعه بين المدرسين اللي هي حتى هاي الصيغه نفسها راح بالسادس الاعدادي تاخذوها، لان بالسادس الاعدادي يجيكم سؤال مال املاءات هيك، انا اريدكم من هسه تحضرون للسادس، من هسه انتم تقرون للسادس وتضبطوه حتى وياي ان شاء الله تضمنون المية هسه منا للسادس ان شاء الله. بس انتبهوا عليه، هي بين قوسين not speak Arabic، هيك يعطيني اياها الجمله، ما يحط لي فراغ، يحط لي قوس ويعطيني الشيء اللي يريده. وش يقول لي هنا؟ put the verb in the correct form، يعني ضع الفعل في الهيئه الصحيحه او في الشكل الصحيح. احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا على الهي، قلنا شو وقتها قلنا الهي الشي الاتش ياخذون does، وما دام عندي نات فش راح تصير؟ راح تنزل هنا عندي الجملة، هنا الجملة راح تنزل عندي، راح يصير هي الدز من يمي انزلها does، انه بنزل باقي الجملة اكيد ما ننسى النفي not speak Arabic ونقطة بالنهاية. زين لا غيرت اللون الأزرق على مشوية، خاف الأخضر ما واضح. How often you go to the self-access center؟ ترى هاي الجملة توني حليناها، بس الفرق قبل شوية كان اكو فرق قبلها، هسه مسحت الفرق وسويته بالهيئة اللي الصيغة اللي المدرسين يحبوها واللي قلت لكم اياها نفسها تجي بالوزارة. فقلنا هي يعني كم عدد المرات اللي تروح مركز التأهيل الذاتي، وافتهمنا شنو يعني مركز التأهيل الذاتي. نجي نشوف هم نفس الصيغة، put the verb in the correct form، ضع الفعل في الهيئة الصحيحة أو في الشكل الصحيح. زين تعالوا نشوف شنو الشكل الصحيح. إحنا إيش قلنا؟ قلنا عندي مدام أول شغلة أنه أنا عندي علامة استفهام، يعني هذا بحالة السؤال، عندي you go وعندي how often. اليو إحنا إيش قلنا؟ اليو إيش تأخذ؟ قلنا اليو تأخذ do، ما قبل شوي هم من أكثر مرة كررتها عليكم، قلت لكم اليو تأخذ do، لأن قبل شوي اللي هي والشي والإت تأخذ does، اليو والآي والوي والذي يأخذون do. فش إيش راح يصير مدام هو سؤال؟ انزل هاي الـ how often، راح تنزل how often، انه ايش راح تصير؟ do، انزل هاي do، خلي اكتبها بغير لون لان هاي باعتبار انا ضفتها من يمي، ما كانت موجوده بالجمله، انا من يمي ضفتها do، انه باقي الجمله ما عندي مشكله كلها تنزل. you go to the self access center، كلها كتبوها لا تتعاجزون، وخلوا علامه استفهام بالنهايه. علامه الاستفهام ضروريه ترى عليها درجه كامله، يعني هو حسب المدرس اكيد، بس عليها درجة كاملة. حتى نحل هاي أخير جملة مسحت لكم هاي، تبول هنا I study English at school، أنا أدرس الإنجليزية بالمدرسة، هاي هم قرأناها قبل شوي. put the verb in the correct form، ضع الفعل في الهيئة الصحيحة أو في الشكل الصحيح. زين إحنا إيش قلنا؟ قلنا الـ I والـ we والـ you والـ they والمفرد ما نحط لهم S، الفعل نفس ما هو ينزل، بينما هي والشي والإت لازم نضيف S، حتى يعني قلت لكم قاعدة هشتب وقتها وهالكلام. هسا خلينا نشوف إيش راح تصير؟ راح تنزل الجملة كلها، I study هم تنزل نفسها، و English تنزل كلها تنزل بعد. ليش؟ at school، ليش؟ لأن هنا عندي الـ I وهاي الاي بدون اس، انزل الفعل بدون اس، فصارت اي ستدي انجلش ات سكول، ما عندي مشكله وياها. هسه نشوف ذني شنو انه ممكن بالامتحان، ممكن بالامتحان الاستاذ مثلا يجيب لكم الاملاء بهالشكل هذا، هيك يجيب لكم الاملاءات، هيك تجيب الامتحان. هسه واحد يقول شنو هاي الاملاءات شنو؟ تشوفون هاي المحاضره تطلع لكم على الشاشه، هنا هي اول محاضره شرحتها للرابع اعدادي، الرابط مالتها بصندوق الوصف وبأول تعليق، شرحت بالضبط قاعدة إضافة الاس والاي اس بالتفصيل شرحتها، حتى خليتها محاضرة واحدة، حتى دائما يعني لأن راح تفيدكم منها نهاية الكتاب، راح تحتاجوها حتى بالخامس إعدادي بالسادس إعدادي راح تحتاجوها، فخليتها تقصدت خليتها محاضرة واحدة حتى شو وقت ما تحتاجون تعيدوها تعيدوها. وهمين اكو قناة التليجرام إلها ملخص، همين اسم قناة التليجرام راح يطلع على الشاشة، هاي الشغلات هاي كلها نزل ملخصاتها بقناة التليجرام، فاشتركوا بقناة التليجرام، هم راح يكون رابطها بأول تعليق و بصندوق الوصف. المهم هسه انتبهوا لي، درايف تصير درايفز،
ستادي شو تصير؟ احنا هذا طبعا اكيد اللي قارن الفيديو راح يفتهم ايش راح تصير. ستاد تنزل نفسها، الواي تقلب الى اي واضيف اس. جو تصير جوز. كلاس شو تصير؟ طبعا راح تنزل الكلاس واضيف الاي اس. هنا بوقتها قلنا الاس اس، حتى اعطيتكم قاعده بوقتها يعني قلت لكم أمايا وجهاد، ضربت لكم مثال حلو، قلت لكم الأمايا وجهاد واخوانها الصغار ما ادري شنو، بوقتها شرحت هاي لكم. طبعا هاي كانت محاضرة اليوم، ان شاء الله قدرتوا تستفادوا منها. مثل ما قلت ضروري متابعين المحاضرة اللي قبلها، انا من بداية الفيديو اقول لكم المحاضرة قبلها، لان يعني انا شرحت الموضوع هسه بدي نحل تمارينه، فحل التمارين ما ممكن تحل اذا انت ما فاهم الموضوع، رغم انه انا حاولت اطم ملاحظات.